اليهود ما عملوه في فلسطينيين تحية إجلال وتعظيم للقوات المسلحة وهي تصد الصغور الأمامية وترسل شهيد تلو الشهيد. تحية لكم قياداتنا. نبدأ هذا البرنامج، هذه الجلسة لاختيار رئيس الهيئة فقط، ومن ثم إن شاء الله المؤتمر الصحفي مع الرئيس المختار مع ممثلين الولايات. ما بدنا ناخذ زمن كثير. أنا هدي فرصة لترشيح رئيس المؤتمر، رئيس الجلسة، رئيس الهيئة الشعبية عفوا. منو؟ الاسم 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 منو؟ عمار عثمان الاسم التجاني محمد حسن عبد الله التجاني لو سمحت التجاني منو؟ التجاني محمد حسن عبد الله محمد حسن يوندر فور منو؟ من الإقليم الشمالي. تصنية أخرى من الإقليم الشمالي. تصنية أخرى من الخرطوم. الله أكبر. تصنية أخرى من البحر الأحمر. تصنية أخرى من النيل. الله أكبر. طيب عندنا مرشح. الحمد لله الذي تديم بنعمته الصالحات، ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة وعلى آله وصحبه ومن والاه. التحية لكم جميعا أهل السودان، وأبلغ رسالة ترسلوها أنتم للجنجويت والدعم السريع في أن تختاروا الرجل من تلك المناطق. هذه أبلغ رسالة، وهذه من رسائل النصر ليعلم الناس ان السودان ده ما بيقبل التخريب. هذا المولود الذي ولد اليوم مولود على الفطرة، مولود على الفطرة، مولود على الفطرة، لا حزبية فيه ولا قبلية فيه ولا جهوية فيه، هو ابن السودان، هو ابن الوطن. تنادينا هنا من أجل الوطن، لا لأجل عصبية ولا لانتصار لنفس حظ نفس. جينا متطوعين، تنادينا هنا متطوعين. الراية سقطت، نريد أن نرفع جميعا 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 أهل السودان. لا فوارق بيننا. من أكبر قضايانا قضايا العدل، سميت حركات وأحزاب باسم العدالة والمساواة، دي قضية حقيقية موجودة في السودان. جينا نحن من أجل العدالة، النظرة الباسطة لكل أهل السودان، المشاركة الكاملة لكل أهل السودان. هذا الوعاء المولود على الفطرة مفتوح لكل أهل السودان. لا يمنع أحد من المشاركة، ولا يعتزل أحد من المشاركة، ولا يقصي أحد من المشاركة. هذا هو المولود الجديد باسم الولد، باسم الوطن. السودان تعرض لجراح قاسية ما سمعنا بها في التاريخ القديم الحديث، إلا في التاريخ القديم
المغول والتتار اللي اجتاحوا الدولة الإسلامية. هذا نموذج اللي حدث في السودان. هذا المولود هو لدعم القوات المسلحة. هذا الفصيل المتقدم من أهل السودان والمسنود له دستوريا حماية البلد تعرض لخطر لو تعرض له أي دولة لانهزمت. الكمية اللي دخلوا بها ناس الدعم السريع الجنجويد رئاسة بلدنا الخرطوم لو دخلوا بها أمريكا أكبر دولة في العالم والله ما تصمد 3 ساعات. هذا الجيش العظيم والجيش رقم 1 في العالم استطاع بالتكتيك وبالاستراتيجية وبالعقلية العسكرية المتقدمة من مدرسة درس فيها 100 سنة وتزيد أن يفك الحصار عن نفسه. والآن جيشنا تقدم وهو بيحقق الانتصارات في الميادين، الانتصار تلو الانتصار. هذا المولود هو لدعم القوات المسلحة وكل الأجهزة الأمنية على الشعب أن يتقدم الجيش، لأنه هذه الحرب اللي فرضت علينا يا إخواننا ما هي حرب ما بين جيوش متخرجة من كليات ومعاهد عسكرية مع نظير، حرب مع قوة مرتبة ومنظمة عمرها 100 سنة مع مارقين عن القانون وناس قتلة ولصوص ومرتزقة من أكثر من 15 دولة بتقاتل في جيش السودان. يبقى بالضرورة بمكان إنه الشعب ينتبه ويتحمل المسؤولية بتاعته في الدفاع عن عرضه وماله وأرضه. الانتهاك اللي حصل في عاصمة البلاد عم الناس كلهم جميعا، وامتد هذا الخراب لأكبر إقليم بعد الخرطوم ولاية الجزيرة. الجزيرة هي يا أخوان المريك بتاع السودان، فيها أكبر مشروع يكاد يكون في العالم. الناس دي قصدوه ودمروه. وهذا المخطط ما مخطط بتاع ناس بس اللي بيكاتلونا ديل، ده مخطط إقليمي ودولي مسنود بإمكانية هائلة ومن وراه قوة صهيونية باطشة يدمر الاقتصاد بتاع السودان ويفت في عضد الشعب السوداني ويكسر الهيكل العظمي بتاعه اللي هو القوات المسلحة وتضعف البلاد ويحصل التباغض وخطاب الكراهية ما بين المواطنين وتضعف الدولة وتتقسم إلى دويلات صغيرة ويجهز عليها العدو. ده المقصد. الحمد لله رب العالمين نحن بالمآذن والمساجد والصالحين من أهل السودان نحن متأكدين ربنا حيدرأ هذه المشكلة عن السودان وحينتصر، تنتصر القوات المسلحة وحينتصر معها الشعب السوداني. الآن بوادر النصر لاحت وتجيش الناس. نحن القوات المسلحة ما قالت لنا تعالوا نحن فترنا تعالوا ابقوا معنا، لكن استشعرنا مسؤوليتنا في كل أقاليم السودان وتكونت النفرات الشعبية المسلحة منها وغير المسلحة، وده واجب وطني. نحن ما جينا عشان نبقى جنجويد في يوم من الأيام، ولا جينا بالسلاح ده نحمله ضد الدولة في يوم من الأيام. نحن بنقاتل بسلاحنا ده وبننتصر بيه مع قواتنا المسلحة تحت إمرة القوات المسلحة، تحت إمرة القوات المسلحة، تحت إمرة القوات المسلحة. عشان ما يجي زول يقول والله يا أخي توزيع السلاح ده بعدين حيحول البلد لحروبات أهلية. نحن شعب منضبط وشعب مثقف
وشعب بيعرف قضيته. عشان كده نحن جينا في الوقت المناسب. هذه الهبات الشعبية في كل السودان دون استثناء هي لنصرة القوات المسلحة ونصرة للشعب السوداني ونصرة لهذا الوطن اللي جمعنا جميعا. ما ميز ما بين صلوحة في أقصى البلد في غرب كردفان في المجلد مننا تاني إلا جنوب السودان، بتجيبوا لكم أنتوا الليلة رئيس هنا لكل أهل السودان. نحن جينا نأصل لمعاني ولمقاصد كبيرة. نحن عايزين نرعى الدولة الآن الموجودة دي، نحافظ عليها ونرعاها أثناء الحرب ونرعاها ما بعد الحرب ونرعى الفترة الانتقالية ثم ما بعد الفترة الانتقالية، لأنه نحن مش عايزين زي الناس تسقطوا الإنقاذ تسقطوا بس. نحن مش عايزين ننتصروا بس، عايزين ننتصر الآن وما بعد الآن. نحن عايزين نتحمل مسؤوليتنا. الزول يا أخوانا اللي قالوا سيف واقع والحرب قدامه ما بخلي السيف ده، بيرفعه وبكاتل بيه. نحن الآن بنكاتل في بلدنا، ونحن الجيش ما قدم لنا كرت دعوة وقال لنا تعالوا قاتلوا معي، استشعار بوطنيتنا وبمسؤوليتنا في هذا البلد. الناس اللي بيفتكروا انه الجيش جيش المواطنين، هذه فكرة خاطئة وكلمة مراد بها باطل. عايزين يعملوا تشويش على السودان ومجاهداتهم. انتوا اجتمعتوا الليلة عشان تكونوا هذا الجسم. الجسم ده يا اخواننا عايزين يرعى المقاومة الشعبية في كل الولايات. نعلم ان لكل ولاية خصوصيتها ولكل إقليم خصوصيته، لكن هذا الجسم جسم منسق. حتى وإنه نحن في السودان ما نعمل كجزر معزولة من بعضها وما نحقق للعدو الهدف بتاعه إنه نتفاصل من بعض ونتباعد ونشت ونتفرق ونضعف عشان يقسم البلد لدويلات. المقصد في إنه جمع أهل السودان ويدار هذا الجسم بكل أهل السودان. ما بنحنا ما بنبعي الزول نهائيا، لأنه ما في زول فينا أقرب للمشروع ده من الثاني. هذه الهيئة لجميع الناس السودانيين في الداخل وفي الخارج، ولأهل العلم ولأهل الفن ولأهل المناشط الرياضية، وهي أولا للشباب. أولا هي للشباب، هم اللي بيحملوا السلاح في الميادين وهم اللي بيقاتلوا. وهي للمرأة الولدة الشباب ديل واللي هي بترعاهم بزاد المجاهد وترعاهم بالرعاية وبتكفلهم. هذا الجسم لكل الناس، للعلماء وللطرق الصوفية ولرجالات الإدارة الأهلية. نحن نعلم إنه جزء من إداراتنا استمال الدعم السريع، ولكن ده هذا ظرف، هذا موقف ظرفي ما بنحاسبهم عليه. الآن دي نحن من هنا بالجسم ده بناديهم، نقول لهم تعالوا لحضن الوطن الكبير، وتعالوا لأهلكم، وتعالوا لرعاياكم، وتعالوا أقويكم بهذا الجسم، تقدموا الصفوف فيه. بنقول لأولادنا اللي طلعوا بره من البلد لظروف خاصة بهم، الزول ما بعرف بخلي بيته يا جماعة، وخلينا اليمنو. لو كلنا طلعنا مشينا برا أنا خليها فاضية، بنقول لهم أرجعوا وساهموا في هذا الجسم برأيكم وبمالكم وبعلمكم. هذه دعوة للجميع دون استثناء. ويجب يا أخواننا أن ننسى فيها حظوظ النفس. نحن نعلم إنه هذا الجسم ما دارت له صناديق بتاعت اقتراع في كل ولاية السودان، لكن إنما هي مبادرة ونضجت، والآن أنتم بتأسسوا فيها بنفسها. نحن فيها يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. نحن بنفسح فيها لكل زول عايز يساهم، وهي ميدان للعلم. عايزين العلم اللي بيأسسوه أولادنا الدول الثانية دي، هذه الدويلة المقتطعة
أسس السودان وأسس الشعب السوداني أسس كمال حمزة أسس الدكتور الترابي كان بيضع له القانون. إحنا ما عارفين عملنا لا شنو. هذا الجسم يا إخواننا عايزين يغطي الثغرات بتاعت الدبلوماسية سواء كانت شعبية ولا غير شعبية، لأنه إحنا عايزين نعرف بالسودان. الآن في الاتحاد الإفريقي قاعد معانا هنا في بور السودان بيجي بيرخى أضان واحدة عشان يستمع لجهة معينة ويرجع يفوت. نحن محتاجين نطرق على كل الآذان الصم لحد ما نسمعها إنه في حاجة اسمها سودان وعنده أهل. لا يمكن تخلوا البلد دي لمجموعة قلة لا تتجاوز صابع اليد صيع يمشي بيسمنا ويشكلوا رأي عام في العالم. يجب إنكم تتصدوا للمسألة دي. أنتوا أهل السودان الحقيقيين وأنتوا مجمع أهل السودان، ما نتقاعس عن مهمتنا. يجب أن تكون هناك دبلوماسية شعبية قوية ما بتحتاج لإذن من زول، زي ما الناس لسه حايمين الآن ما أخذوا إذن من زول إيش يتكلموا باسم السودان ويشكلوا في مجالسه ويسموا أسماءهم ويتصلوا بالمؤسسات سواء كانت إقليمية ولا دولية. تبدو أنت من هنا، نبدأ من هنا. كل المؤسسات الدبلوماسية الموجودة معنا هنا تسمعوا أصواتكم. ونحن في النهاية يا أخواننا عايزين حوار سوداني سوداني، ما بنقبل تاني نشحد نحن حوار من قبيلة من دولة تانية نهائيا. هم لو فيهم خير اللي كبوه في راسهم، ما في زول أصلا داير للبلد ده خير. نحن هنا أي زول داير يحاور وعنده قضية اللي نجي نحاول نعمل حوار سوداني سوداني. انتوا ده الأساس للسودان الجديد. نحن يا دوب الليلة كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم وصفحة فاضية على الناس أن يملوها صح ونتجاوز فيها كل الخطوط اللي من شأنها أن توعد بالبلد دي. ما في زول ما عنده حزب، وما في زول ما عنده انتماء سابق، وما في زول ما عنده جهة وعنده قبيلة. لكن لو كانت هذه صالحة لما وصلنا إليه إلى ما وصلنا إليه الآن. يجب أن نكون واقعيين، نصحح الأخطاء السابقة دي كلها نعتبرها دروس مستفادة. نحن نقعد نأصل لعمل جديد من شأنه يخرج أهل السودان من الوحدة اللي هم فيها. هذه هي المعاني، هذه هي المعاني يا أخواننا اللي بتجمعنا نحن في الهيئة دي، اللي بتجمعنا في الهيئة دي. أي زول عنده غرض شخصي، عنده هوى نفسي، عنده داير يبقى حاجة يخليها برا، يخليها برا. يجينا هنا نحن بثوب الوطنية بنركز نحن على الحتة دي تماما يا أخوان. أنا في الختام والله أشكر لكم هذا الحضور الأنيق، الحضور الكبير. 18 ولاية زايد ولاية أبيي 19 ولاية. وأبيد يا أخوان هي جزء من السودان، عندها تمثيل وطلع بها مرسوم إنها هي واحد من الولايات. 19 ولاية، ال 19 ولاية موجودة كلها، كل أقاليم السودان. اللوحة اللي قدامكم دي عشان ما يجي زول يقول والله الولاية الفلانية أو الإقليم الفلاني ما مثلوا. السودان ده كله ممثل الآن. ولا نجزم بأنه الناس متمعين جميعا على هذا الجسم، لا نجزم. لكن نتوقع أن يأتلف الناس ويجتمعوا على هذا الجسم. وهذا الجسم مجرد إنذار إيجابي لكل أهل السودان عشان يزدعوا له. نحن علاقتنا يا أخواننا بالمقاومة الشعبية على مستوى الأقاليم ومستوى الولايات رعاية تنسيقية. كل ناس عندهم ظروفهم الخاصة بهم، وكل ناس عندهم جهدهم الخاص بهم، وكل ناس عندهم قياداتهم المحلية اللي بيقتنعوا بها. كل شيء في مكانه. ما جينا عشان نكون أجسام جديدة ونقول للناس ده غلط ونعمل صح، ولا جينا نتزعم عليهم. جينا فقط نحن عشان نربط اللحمة. نحن هناك في الغرب عندنا الكوزي القطية، الراس القطية دي لازم يتربط. نحن جينا نربط الراس بتاع القطية دي عشان السودان كله يكون تحت كلمة واحدة. نحن بنشكر إخواننا في البحر الأحمر اللي استضافونا حكومة وشعبا، ناس ولاية البحر الأحمر، وخاصة النظارة بتاعت علي محمود الأمرأر أهل البلد دي. نحن نشكرهم على الاستضافة وبنقول لكم تدلنا عليكم
لكن كل أجزائه لنا وطنه، نحن ده وطننا. الزول في بيته ما بيستأذن، نحن جيناكم بدون استئذان وما وجدنا إلا الرعاية، إنكم تراعين الجسم ده واقفين وراه ما تتخلفوا منه. وجينا لهنا ناس الشريك كلهم عشان نشكرهم. يجب يا أخوانا أن ينتهي زمن التقاطعات، ديل الفلانين وديل العلانين، بلدنا ما بتمشي. نحن جينا برضو هذه التقاطعات ما بين أهلنا في الشرك، ونشكر لأهلنا في الشرك إنهم كانوا هو الفصيل المتقدم في صد العدوان على البلد. هم اللي كسروا الرماح الجانحة ضد السودان، هم اللي وقفوا الوقفة القوية وقت كلنا نحن كنا كل مشغول بحاله، هم اللي صدوا الأذى عن البلد. نشكر لهم هذه الوقفة، الوقفة دي ما بتتنسى لكل أهلنا في الشرك، النظار في الشرك، القيادات في الشرك، المواطنين في الشرك اللي ضحوا الآن، نحن متقاسم معهم أي حاجة. التحية لهم، ونحن جيناهم من برا لازم نعمرهم ولازم نخليهم جهة واحدة، ولازم نخليهم يكونوا مفيدين لأهل السودان كما كانوا. عيوبنا الجنبال من بعيد ما نفرق، هنا نستحي خطى بعيد ونصلح ما بين الحال عشان هم يمشي قدامنا يتقدمونا. نحن عايزين الخطاب ده في يوم من الأيام يكون في الجنينة، وأنا باسمكم جميعا بحيي السلطان سعد، سلطان دار مساليت، هذا الرجل اللي فقد من أهله في يوم واحد 15,000، وبعض الناس دفنهم أحياء، ولا يزال هو بدرجة عالية جدا من الوطنية والانتماء للسودان. هذا الرجل هو الدبلوماسي الشعبي الوحيد اللي استطاع أن يخرج من السودان ده ويسمع الأذان اللي ما تسمع بقضية السودان. التحية لو نحن برسلها من المؤتمر ده، وبرسلها لكل أهلنا الصابرين، وبرسلها لأبنائنا في المنظمات الأمم المتحدة اللي استطاعوا أن يقيموا للسودان حجة ويسقط بها كثير جدا من المؤامرات. والتحية لأهلنا في الجزيرة، وبنقول لهم إن شاء الله ربنا يجبر الكسر، كسركم هو كسرنا، والجزيرة هي المريك بتاع البلد، وما في مواطن ما موجود في الجزيرة، وبالذات غرب السودان، وبالذات غرب السودان كنابي مواطنين في أحياء بشكل الثلث السكان بتاع الجزيرة. وأكبر مشروع السودان كله كان بيتغزى عليه في يوم من الأيام، نسأل الله إنه الخراب اللي حصل ده يرجع لكم بعمران وترجعوا لبلدكم، والشعب السوداني كله معاكم. والتحية لقواتنا المسلحة في بابانوس اللي استطاعوا إنهم يكسروا هيبة التمرد. النصر اللي حصل في بابانوس لقواتنا المسلحة والقوات المستنفرة معاهم جاوب على كثير جدا من الأسئلة. بابانوس يا أخوان الفرقة 22 لو اتكسرت كان اختلط التمرد غربه ببقية السودان، ولو اتكسرت كان الجنوب وهي المحطة الثانية بعد تشاد للانتقام من السودان، ولو اتكسرت الأمل البسيط بتاع البترول اللي بيجي من هناك لانتهى. ده كان رد قوي جدا. وبالمناسبة الانتصار في بابانوس استعدل الرؤية واستعدل الصورة المقلوبة، وطبعا كثير جدا الناس بيفتكروا كل المسيرية هم مع الحرب ومع التمرد. أنا بعترف بأنه نحن ساهمنا مساهمة كبيرة جدا في التخريب اللي حصل في أهل السودان، لكن بنعيدكم أنه نحن حنستعدل الصورة دي إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نستعدل الصورة دي. وعندنا مثل هناك عند أهلنا بيقولوا الأعوج دواه الملكنجر، الأعوج ده المعوج بالشكل ده، الملكنجر أكثر عوجاج منه. نحن اللي بنستعدل المسألة دي، نحن أهلهم وبنعرف نكاتلهم. وفي بابانوسة ما قاتلناهم في خنادق، قاتلناهم برا، وشفتوا اللي حصل اليوم. وبنحيي إخوتنا في فاشر السلطان وكل الحركات المسلحة اللي انحازت للوطنية وللقوات المسلحة واللي حموا البلد
في فاشر السلطان وما أدوا فرصة في أن التمرد يدخل الفاشر. وبنحيي القوات المسلحة اللي صمدت في الفرقة 16 بنيال، كان عليهم 65 هجوم استطاعوا أن يتصدوا، ولكن في النهاية الغلبة بتاعت المرتزقة والهجوم الشرس بكميات هائلة أكثر من الطاقة هو اللي أدى النتيجة دي، وتصرفوا بحكمة خرجوا سالمين بأقل خسارة ممكنة. المحاميد يا رئيس المحاميد. والتحية للأخ موسى هلال، هذا الرجل الوطني وأنا أعرفه عن قرب، الآن خالق وسنة للتمرد وأزعجهم، وفتح بابه للناس اللي بيتعاونوا مع القوات المسلحة، وراح يكون إضافة قوية لهذا الجسم. الآن ممثل موجود معاكم هنا، ممثل موجود معاكم هنا، الجسم بتاعكم بتتداعوا له كل أهل السودان. إخواننا في جبال النوبة، الأب داني الكودي رئيس الحركة الشعبية جناح السلام، الفريق داني الكودي اللي بتشوفوه قاعد قدامكم هنا، نحن في الجبال عندنا تمرد بتاع عبد العزيز الحلو، والله لو دار بالتي أحسن مرحب معه، لو دار بالتي أسوأ نحن معه. أنا في الختام يا إخواننا، هذا الجسم هو لنصرة القوات المسلحة، من أراد السلم نحن معه، حتى أولادنا اللي جنوا علينا ديلوا ما خلوا لنا فرضا ناقص، ولحقوا معانا العظم اللي بقوا عاقلين ودار يرجعوا لحضن الوطن مرحب بهم، لكن ما بينفاوض على باطل، لابد من نصر واضح للشعب السوداني والقوات المسلحة، ينتهي التمرد بعد ذاك نجي نرتقى النسيج الاجتماعي وننبذ خطاب الكراهية ونعمل المعالجات اللازمة، وإذا في قضايا تستحق علاج الناس يقعدوا يعالجوها، لكن عايزين نفاوض ونحن سالمين غانمين. لا يعقل تكون أنت محتلاني محتل بيتي قاعد فيه وتقول لي يا أخي تعال فاوضني أنا داير سلام، ما بيحصل ده ولا بنوافق عليه، ما بنوافق عليه أصلا. أنا حبيت بالكلمات دي أخاطب بها هذا الجمع الكبير والقوات المسلحة يا أخواننا والمواطنين السودان ده، وحبينا نتكلم عن مجاهداتهم لا تعد ولا تحصى، أخواننا في الدلنج وفي العباسية تصدوا لقوات التمرد ولقنوهم دروس ما بعدها دروس، وبنحيي الوطنيين في الحركة الشعبية اللي تابعين لعبد العزيز الحلو، لما شعروا من الحكاية دي ما شعر المواطنين ليست حروب بتاع الجيوش، انحازوا لأهلهم وقاتلوا مع أهلهم، بنحييهم نحن من هنا، بنحيي كل قواتنا الباسلة في السودان كله في الدور الوطني اللي قامت بيهم، وبنحيي القيادة بتاعتهم اللي كل الشعب السوداني بيفتكر إنها تأخرت وإنها ما قامت بالواجب في الوقت المعقول، لكن العمل يا إخوان عمل استراتيجي. أنا متأكد القوة الأولى اللي داهم بها التمرد الجيش السوداني، لو طوالي بنفس العبط بتاعهم لكان قرض الجيش السوداني مرة واحدة، لكن هذه التؤدة وهذا التكتيك وهذا التخطيط هو الذي يعني قلل الخسارة في صفوف القوات المسلحة وأتى بالنصر في النهاية. نحن بنحيي المجاهدين والقوات الخاصة وكل إخواننا في الجهاز الأمن والمخابرات وفي الشرطة الوطنية اللي بذلوا قصارى جهدهم وبصلوا أرواحهم، وبنحيي إخواننا في المدرعات وفي المهندسين وفي كرري وفي القيادة العامة وفي الإشارة، كل المواقع الاستراتيجية اللي كان التمرد ممسك بتلابيبه، وإخواننا الآن المحاصرين الإذاعة السودانية نحن بنحييهم تحية خاصة، والصمود اللي صمدوه خيره عسكري يكون لابس جلباب واحد 10 شهور
حمدا لرب العالمين اللي حقق النصر. نحن